صبر المحتجين في الشارع العراقي ينفذ. انتظار توفر البديل الذي جاء في حديث رئيس الوزراء ربما لم يغير الكثير في معادلة استعجال المحتجين على تنحيه. الاحتجاجات تفاقمت بمواجهة القبضة الأمنية المشددة في العاصمة بغداد، وفي ظل استمرار العصيان المدني اتجه المئات نحو قطع مزيد من الطرق الرئيسية في المناطق الحيوية. المواجهات والاشتباكات تركزت في محيط جسور الشهداء والأحرار والسنك، نقاط يسعى المتظاهرون إلى اجتيازها للتقدم نحو مقار حكومية ودبلوماسية، من بينها مقر إقامة عبد المهدي ووزارة الخارجية والسفارة الإيرانية. عشرات الإصابات في صفوف المحتجين سقطوا بشارع الرشيد برصاص القوات الأمنية، فيما سارعت السلطات العراقية إلى إغلاق البنك المركزي مع اقتراب الحشود نحو منطقة المصارف. المواجهات الأسوأ كانت في البصرة ومدينة كربلاء، حيث أسفرت عن سقوط قتلى بين المحتجين. في ظل تصاعد وتيرة الاحتجاجات، تتجه الحكومة العراقية باتجاهات مختلفة لامتصاص الغضب قدر المستطاع، إحداها استدعاءات بقضايا فساد مالي لمسؤولين. لكن طرأ في الساعات الأخيرة عنصر جديد على الأزمة، منع ناقلة نفط من دخول مصفاة الناصرية، أمر تسبب بنقص الوقود في محافظة ذي قار. حنين الشولي، الحدث.